يعني انت تلعب في دماغي وبعدين تقولي معرفش؟ عايزة ايه؟ اعملك ايه؟ عايزة مني ايه؟ تاني يا سيد، عايزك تفهمني هجيب حق ازاي؟ تجيبي حقك من مين وازاي؟ من سالم الجرحي، ابويا. حلو، معاكي صور، شارك ميلاد، اي فيديو انت وهو امك الله يرحمها مع بعض. انت بتتريق يا سيد؟ امال هقولك ايه بس؟ لازم يا بنتي ترتبي افكارك. مش في حاجة اسمها تحليل دي ان ايه بيثبت النسب؟ واي حد هتقولي تعالى اعمل معايا دي ان ايه هيروح يعمله؟ مش لازم قضية ومحكمة هي اللي تلزمه يروح يعمله؟ ولا هتقولي تعالى اعمل دي ان ايه هيقولك اه والله، ولا اقول كان نفسي في ايه ويروح يعمل معاك الدي ان ايه؟ طب انا ارفع قضية زي دلوقتي من غير ورق؟ مش لازم ورق، شهود. اي حد كان شاهد ان ابوك وامك متجوزين في الفترة دي ولا مؤاخذة يعني حملت منه. وده جيبه منين وماما ماتت؟ من غير ما تقولي اي حاجة عن بقية تفاصيل الموضوع ده؟ بقولك ايه؟ انت مش قلتي ان كان في راجل ابن حلال كده سابها الحال سابلها زمان وما قتلهاش؟ قصدك عجمي؟ اهو عجمي ده بقى، ما تروحي له، جايز لما يعرف ظروفك المنيله يجي معاكي شهاده اثبات في القضيه، او على الاقل يدلك على ناس تبقى شهود تانيه معاكي. طب وانا اجيبه منين ده بس ووصله ازاي يا سيد؟ لا، ما انا مش عايش حياتي احل في الغاز اهلي، كان عندي طياره الصبح وعايز انام. تصبح على خير يا سماح. مساء نور يا فندم. اه طبعا، اتفضلي بس استريحي دقايق. ميرسي. العفو يا فندم. مدام ريهام، اتفضلي يا ربنا يخليها لك. هي مين دي؟ انت ليه مخك راح لبعيد كده؟ بنتك؟ هي مش بنتك ولا ايه؟ أهو سمع، تعالى لي على 27 شارع عمر بن الخطاب، مصر الجديدة. خلصتي؟ الولد كويس، مفيش حاجة الحمد لله. طب الحمد لله. مش عايزة حاجة تانية من هنا؟ يعني ايه مش فاهمة؟ في ايه يا سيد مالك؟ لا مفيش، اصل كلموني في البيت وقالوا لي ان اخويا اسامة تعبان ولازم اروح له. طب روح له، وانا لو عوزت حاجة هكلمك في التليفون. مش حابة امنك الاول؟ ركبك العربية؟ لا لا، ما تشغلش بالك انت، يلا عشان تلحق. شكرا. أنا فين يا سيد؟ أصبر يا سامة. ولا أكنك اتكلمت. طب بقول لك إيه؟ ما تاخد نضرب ده مع بعضينا. آه! ليه كده يا سيد ترمي النعمة؟ ليه كده يا أخي؟ اثبت.
دور يا سمر، دور. اطلع ورا التاكسي اللي هيطلع دلوقتي من هنا. ليه انت ما حسبتوش ولا ايه؟ ده مين الناس دول يا سيد؟ اطلع وراه. ماشي. ما انت لو مش مستهيفنا يا سيد وبتعرفني على نوع المهمة عشان كل مهمة وليها سويتها. يا ابني اسكت بقى. اسمع مني، انا بص هطلع قدامهم وحتة امريكان اروح معرض العربية وبالمط وانزل اثبتهم لك واجيبهم لك واحد واحد. بيتك سنينك، انت ما اتكلمتش وانت صغير؟ اوعى يزوغوا منك. يزوغوا مني ايه بس يا سيد؟ احنا سايقين في ابو ظبي، ده احنا لو بنسحف على رجلينا هنجيبه. اللي يشوفك يا سيد وانت بتزعقلي يقول ان احنا هنطرد ناس فجرت نسيت في الزمالك، العب شويه دي وايه الموزه دي؟ استناني هنا لحد ما ارجع لك. ماشي يا سيد. بيت؟ ايوه. بقول لك إيه؟ انت شغاله هنا بقالك قد ايه؟ 4 سنين ونص تقريبا. طيب ما تعرفيش حد كان شغال هنا اسمه عجمي؟ عجمي؟ اه. ده كان شغال فين؟ فين ازاي؟ يعني في اي قسم في القريه. مش عارفه، ممكن الامن، السكرتاريه. بصي بدل ما تحيري نفسك، عارفه مستر اكرم عبد الواحد بتاع شؤون العاملين؟ اه طبعا. عدي عليها يجيب لك من الاخر، هو اكيد عنده بيانات كل الناس اللي كانت شغاله هنا. طب ميرسي يا وديت. الو الو. ايوه يا سيد. سيد سامعني؟ انت فين؟ الو. الو. ممكن اعرف مين الراجل ده يا مدام؟ بتعملي ايه في شقته؟ ده علي يا اخويا. اوكي. يا علي. وبتنده من جوه دي تبقى امي. الناس اللي شفتهم بره دول عيلتي. ده البيت والحاره اللي انا اتربيت فيها. ودول اهلي اللي سلم من عيني.